كنا وصلت للهواء عشان ما يطلع زرعنا الخيمة زينا زي الناس. في النهار شوب جحيم، في صحراء انت قاعد، وفي الليل تلج سقعة، والأمور صعبة كتير. الولد يعني زي وزينا، إن كان إحنا الكبار اللي بنكون متدفين واللي عنا مناعة بنكون متلجين وبنرجف من السقعة ومن الرطوبة اللي في الليل بتكون موجودة على البحر. أنت وكيف بده يتحمل الولد الصغير هذا اللي ما عندهش مناعة واللي بالأساس عنده فقر دم؟ هاتي يابا نسخن مية لناس. هلقيت علبة الحليب بس بتقعد عندي 3 أيام، هلقيتها بمعاناة لما بنلاقي علبة الحليب. يعني أبوي بلف الدنيا كلها عشان نلاقي علبة حليب، ما فيش أي وسيلة ممكن نلاقي فيها حليب. حتى التعين المساعدات اللي هذا بيقدموش حليب، المدارس فيش فيها حليب، الجامع اللي هنا سألنا فيش فيه حليب، الصيدليات نشتري المشترى ما فيش حليب. رحت على إماراتي أشتري من الدكتور نفسه قال ما فيش عندنا حليب. Thanks for watching. Stay updated about breaking news and top stories on the NBC News app or follow us on social media.